لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والشواك ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تعال اين الاسكندريه؟ بسم الله يا ابو العباس. انت فين واسكندريه فين؟ يا ريتك كنت تحت فلوسك وخلاص. يا ريتك. معلش معلش معلش. ربنا كتب لك عمر جديد. الحمد لله محطتك لسه ما جاتش. معلش معلش. يلا يا ولد يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. والله نورتينا يا حبيبتي. معلش لقمه كده على ما اقسم. اتفضلي مدي ايدك. مدي ايدك يا بنتي. كولي كولي. متشكرة قوي. ربنا يكرمكم. والله ما انا عارفه كان هيحصل لي ايه لو ربنا ما بعتليش الراجل الطيب ده. ما تقوليش كده يا بنتي، دي كلها تدابير ربنا سبحانه وتعالى. قولي بس. انت يا زينب لازم تاخدي حقك من جوزك ده. ما ينفعش يا حبيبتي تسكتي له بعد كل اللي عمله فيك. لازم تشتكيه. الشكوى لغير الله مذله. احنا ناس على باب الله، يعني يوم فيه ويوم ما فيش. هروح لمحامي بكام وارفع قضيه بكام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقول لك اشتكيه، اعملي له محضر، قولي انه حرمك من عيالك ومنعك عنهم وكمان عايز يموتك. ما ينفعش ما ينفعش. ده مهما كان ابو ولادي ومصير ربنا هيهديه في يوم من الايام. عين العقل يا بنتي والله. عقل اهدى. بقول لك حرمها من عيالها ومنعها عنهم وكمان آخرة المتم عايز يموتها وتسكت له وتقول لي عقل. طب قولي لي يا زين، هو انت يعني ما عندكش حد كبير يوقف له؟ خال عم؟ اني مقطوعه من صبر. ربنا عالم اني جيت من المحله لهنا ازاي. لا حول ولا محله. الله، انت على المركب قلت لي انك انت عايزه ترجعي اسكندريه تاني. صح صح. اسكندريه اصلي هروح اسكندريه عشان في حد معرفه يتوسط لي عند جوزي عشان اشوف عيالي. بس خلاص بعد اللي حصل ده اني لا رايحه ولا جايه. هو واني بخاطرك بالكلام وقلت ايه تاني؟ والله يا بنتي ما فاكر. احسن برضه. الله، وقفتي ليه يا زين؟ استأذن بقى، أنا لسه ورايا سفر وعايزة يعني أروح قبل الدنيا ما تلي. بس أنت ما كلتيش حاجة خالص. جعلوا عامر بيكو. شكرين. أنا يعني عايزاكي تشوفيني كده هدومي يعني نشفت ولا لسه؟ لسه مشقرة عليهم حالا وأنا بحضر الأكل، لقيتهم لسه مبلولين. مبلولين؟ مبلولين. يعني لو فيها إساءة أدب ممكن أمشي يعني بالهدمة دي وتحطي لي هدومي في كيس نايلون؟ عينيا يا حبيبتي. وماله عيني؟ حاضر. بقول لك ايه يا زينب؟ طب ما تقعدي معانا شويه، ده انت منورانا. امي زمانها هتتجنن عليا. يا حبيبتي، طب بقول لك ايه؟ خدي المحمول كلميها وطمنيها. بقول لك احنا ما حلتناش اللضا، تقول لي محمول؟ لا اله الا الله. امسكي يا زينب. خلي دول معاكي لزوم السفر. كتر خيرك وربنا. انتوا اللي زيكم ما بقوش موجودين في الدنيا. ما تقوليش كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. عليه الصلاة والسلام. والمصحف، أنا أبويا لو عايش كان هيعمل معايا كده. الله يرحمه الله يرحمه. افتكرت، أنت وأنت على المركب جبت لي سيرة واحدة اسمها منار. منار؟ أنا ما أعرفش حد اسمه منار، ولا عمري كان ليا معرفة بواحدة اسمها منار. لا لا، ما أعرفش واحدة اسمها منار. دي تخاريف يا حاجة.